طيب إذن سيف، حدثنا عن المشهد الانتخابي في الديوانية، أبرز مشاهداتك، هل هناك فروقات حصلت، أعطال فنية؟ إليك الكلمة. نعم، تحية طيبة زميلي. هذه المراكز الديوانية فتحت أبوابها أمام الناخبين في الساعة 7 من صباح هذا اليوم. نتواجد الآن داخل مدرسة دجلة، وهي أحدى المراكز الإعلامية المسموح لنا فيها بالتصوير. يعني الإقبال ضعيف جدا كما هو موضح في الصورة خلفي بسبب انخفاض يعني درجات الحرارة بحسب المقبلين على المركز. يعني لحد هذه اللحظة لا توجد أي خروقات أمنية أو انتخابية. العملية الانتخابية تجري بانسيابية عالية، خطة أمنية محكمة، يعني 11,000 عنصر أمني بحسب قيادة الشرطة تم توزيعهم على المراكز الانتخابية بعموم المحافظة لتأمين المراكز الانتخابية. مفوضية الانتخابات يعني نصبت 2850 كاميرا داخل محطات الاقتراع لمنع حدوث أي خروقات أمنية أو انتخابية. يعني عدد الناخبين الذين يسمع لهم بالتصويت العام في محافظة الديوانية هم 650,000 ناخب، موزعين على 295 مركز انتخابي بواقع 1425 محطة اقتراع. كما ذكرت يعني بسبب انخفاض درجات الحرارة الإقبال لحد هذه اللحظة هو ضعيف من قبل الناخبين في محافظة الديوانية. من المؤمل أن تتسع المشاركة بعد يعني الظهر. هناك دعوات لتكثيف المشاركة يعني من قبل المواطنين أو المراقبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأجل اختيار الأصلح في المحافظة. هذا كل ما لدينا، وبالتأكيد سنرصد طيب كل التطورات في الساعات المقبلة. طيب سيف، ماذا عن الحركة في داخل المحافظة، انسيابية الحركة، الشوارع، ليس هناك قطوعات أمنية في المحافظة، كل شيء على ما يرام؟ نعم، بحسب قائد شرطة الديوانية يعني اليوم لا توجد أي قطوعات وأي حظر لتجوال المركبات. يعني الحركة، حركة المواطنين وحركة العجلات تجري بانسيابية عالية بكل شوارع المحافظة. كما ذكرت هناك يعني شرطة المحافظة بجميع تشكيلاتها وجميع صنوفها يعني انتشرت في كل المراكز الانتخابية لتأمين العملية الانتخابية. يعني لا توجد هناك أي معرقلات وأي مشاكل لحد هذه اللحظة بالنسبة لأجهزة الاقتراع، وحتى الخروقات الأمنية لحد هذه اللحظة لم نرصد أي خرق أمني أو انتخابي، والعملية الانتخابية تجري بانسيابية عالية ولا يوجد حظر للتجوال للمركبات وللمواطنين. نعم.